السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي. نكمل مع بعض منهج الرياضيات وهناخد الوحدة الرابعة القياس. أخذنا الأطوال وهناخد النهاردة درس المساحات. في درس المساحات يا أولاد هنتعلم حاجات كتير، هنتعلم كمان وحدات قياس المساحة اللي هي السنتيمتر المربع والمتر المربع والكيلو متر المربع، وازاي اقدر احول كل وحدة لوحدة تانية، وكمان ازاي اقدر استخدم الوحدات دي عشان اقدر الاشياء واقيسها. وهنتعلم مع بعض ازاي نحسب بعض مساحات الاشكال زي المربع وزي المستطيل. تعالوا نتعلم مع بعض وحدات قياس المساحة. اصغر وحدة عندي الديسيمتر المربع. الديسيمتر المربع يا ولاد في 100 سنتيمتر مربع. جت ازاي؟ انا عارف ان الديس العادي بتاع الاطفال قياس الاطفال بيساوي 10 سنتي، المربع يعني في نفسه اضربه في نفسه، يبقى 10 في 10 بمية سنتيمتر مربع. طيب المتر المربع، المتر المربع يا ولاد في 100 ديسيمتر مربع. طب ولو عايز احول من متر مربع لسنتي، في الحالة دي هيبقى فيه 10000 سنتيمتر مربع. الكيلومتر المربع عندنا يا ولاد في 1000000 متر مربع، لأن أنا عارف إن الكيلومتر في إيه؟ في 1000 متر. طب مربع يعني 1000 في 1000، يبقى الكيلومتر المربع في 1000000 متر مربع. تعالوا بقى مع بعض نشوف إزاي نحسب بعض مساحات الأشكال زي المربع وزي المستطيل. مساحة المربع بتساوي طول الضلع في طول الضلع، أو طول الضلع في نفسه. يعني إيه؟ يعني هيديني في المسألة طول ضلع المربع، وأنا عارف إن المربع شكل هندسي له 4 أضلاع متساوية في الطول، يعني لو الضلع 2 سنتي يبقى كل أضلاعه 2 سنتي، وهكذا. إزاي بقى أحسب المساحة؟ أحسب المساحة لو ضربت طول الضلع في نفسه أو طول الضلع في طول الضلع. تعالوا مع بعض نشوف أمثلة. بيقول لي هنا اوجد مساحة مربع طول ضلعه 9 سنتي. انا حفظت القانون خلاص، مساحة المربع بتساوي طول الضلع في نفسه او طول الضلع في طول الضلع، وهو هنا يا ولاد قال لي ان طول الضلع 9 سنتي. يبقى اجيب ازاي بقى المساحة؟ تمام، اضرب طول الضلع في نفسه، يبقى 9 في 9 = 81. وخد بالك طول الضلع في نفسه مش معناها اني اضرب طول الضلع في 2، لا، طول الضلع في نفسه لو الضلع 9 سنتي يعني اضرب 9 في 9، وانا حافظ جدول الضرب 81. وخد بالك التمييز عندي ايه يا ولاد؟ سنتيمتر مربع، لان انا هنا بحسب مساحة. تعالوا نشوف مثال كمان. اوجد مساحة مربع طول ضلعه 2 سنتي. هنا الضلع 2 سنتي، برافو عليكم. يبقى طول الضلع في نفسه او طول الضلع في طول الضلع 2 في 2 = 4 سنتيمتر مربع، عشان دي مساحة. تعال نشوف مع بعض المثال ده كده. بيقولي أنا عايز أعرف مساحة مربع، بس هو هنا يا ولاد بقى مش مديني طول الضلع، أمال مديني إيه؟ ده مديني المحيط. طب ما أنا عارف إن محيط المربع بيساوي إيه؟ طول الضلع في 4. لما يديني المحيط أقسمه على 4 عشان أقدر أجيب طول الضلع. يبقى طول ضلع المربع بيساوي 24 على 4 بيساوي 6 سنتي. وطبعا احنا عرفنا ليه؟ لان محيط المربع بيساوي ايه يا ولاد؟ طول الضلع في 4. انا كده خلاص جبت طول الضلع، اقدر اضرب طول الضلع في نفسه زي القانون اللي انا لسه عارفه عشان اجيب المساحة. يبقى مساحة المربع بتساوي ايه بقى؟ طول الضلع في نفسه 6 في 6 = 36 سنتيمتر مربع. منساش تمييز المساحة. هنعرف دلوقتي بقى ازاي نجيب مساحة المستطيل. مساحة المستطيل يا ولاد بتساوي الطول في العرض. طبعا انا عارف ان المستطيل شكل هندسي مكون من 4 أضلاع، كل ضلعين متقابلين فيه متساويين في الايه يا ولاد؟ في الطول. لما اجي اجيب المساحة بتاعته هضرب الطول في العرض، يبقى عندي المساحة. تعالوا نشوف كده مع بعض ونجيب مساحة مستطيل طوله 9 سنتي وعرضه 6 سنتي. احنا لسه قايلين مساحة المستطيل هتساوي ايه؟ الطول في العرض.
هنضرب 9 في 6 ب 54، وما ننساش تمييز المساحة سنتيمتر مربع. طب احسب مساحة مستطيل بعده 3 سنتي و8 سنتي. بعده يعني ايه يا ولاد؟ بعده يعني الطول والعرض. ساعات يقول لي في المثال زي المثال السابق الطول والعرض، وساعات يقول لي بعده، هي هي ده الطول والعرض. طبعا الضرب عملية إبدالية، صح اني اكتب 3 في 8 او 8 في 3. مساحة المستطيل تساوي الطول في العرض 3 في 8 ب 24 سنتيمتر مربع. طب تعالوا نشوف كده مع بعض المثال ده. انا متعود ان هو هيديني الطول والعرض اللي هما ابعاد المستطيل، اضربهم في بعض عشان المساحة بتساوي الطول في العرض. لكن هنا اداني محيط المستطيل واداني عرضه. طب ما محيط المستطيل عبارة عن ايه؟ عبارة عن الطول زائد العرض في 2. انا بقى يا ولاد لما بجمع الطول زائد العرض، انا كده يعتبر بجيب نص المحيط. يبقى انا اقدر اجيب نص ال 18 تبقى كام؟ تبقى 9. الطول زائد العرض اللي هو نص المحيط، قسمت ال 18 على 2 اديتني 9. ايه التسعة دي يا ولاد؟ التسعة دي هي مجموع الطول والعرض، الطول زائد العرض 9. طب ما انا عندي العرض اصلا 3. برافو عليكم، يبقى الطول بيساوي 6 سنتي. 9 ناقص 3 بيساوي 6 سنتي. يبقى لما يديني المحيط بتاع المستطيل اجيب نصه، انا كده ابقى جبت الطول زائد العرض. عندي العرض او ساعات هيديك الطول، هتطرحه من نص المحيط اللي عندك هيديك البعد التاني سواء كان الطول او العرض. انا كده خلاص عندي العرض 3 سنتي، وانا جبت دلوقتي يا ولاد الطول 6 سنتي. خلاص بقت مسألة سهلة، واضرب اجيب مساحة المستطيل الطول في العرض 6 في 3 ب 18 سنتيمتر مربع. تعالوا نشوف المثال الجميل ده. بيقول لي مستطيل طوله ده في عرضه، وطوله 12 سنتي، يبقى يا ترى عرضه كام؟ انا محتاجة اجيب العرض عشان احسب المساحة. طوله ده في عرضه، يبقى مين الكبير؟ الطول. تمام، لما يكون الطول ده في العرض والطول عندي 12 سنتي، يبقى العرض هيكون ايه؟ الطول ده في العرض، يبقى العرض نص الطول. الطول 12 سنتي، اجيب نصها تبقى كام يا ولاد؟ تبقى 6 سنتي. تمام، انا عندي الطول 12 وقدرت اعرف واجيب العرض لما قسمت الطول على 2، لانه قال لي ان الطول ضعف العرض، يبقى العرض هو نص الطول. انا كده عندي الطول 12 وقدرت اجيب العرض 6 سنتي. اجيب المساحة ازاي بقى؟ بالقانون اللي انا عارفه، هضرب الطول في العرض 12 في 6 يديني كام؟ يديني 72، وما انساش تمييز المساحة سنتيمتر مربع. تعالوا بقى مع بعض نتعرف على تمرين جميل قوي هيعجبكم وبيتكرر كتير جدا في الامتحان. بيقول لي اختر مما بين القوسين الوحدة المناسبة اللي اقدر اقيس بيها الحاجات اللي هيسألني عليها. مثلا مساحة ارضية الحجرة، الفصل بتاعك او الاوضة بتاعتك في البيت، لما اجي اجيب المساحة بتاعتها يا ولاد اقيسها بوحدة ايه؟ التمييز بتاعها يكون ايه؟ هل يا ترى الكيلو متر المربع، ولا الديسي متر المربع، ولا السنتيمتر المربع، ولا المتر المربع؟ ناخد بالنا كده يا ولاد مع بعض. الكيلو متر مربع دي مساحة كبيرة جدا، بقيس بيها المساحات الكبيرة زي مساحة الأراضي الزراعية مثلا، والديسي والسنتي دي مساحات صغيرة، لكن الحجرة بقيسها بالمتر المربع. بالمتر ايه يا ولاد؟ المربع، زي الحجرة بتاعتك في البيت زي ما قلنا، أو زي الفصل بتاعنا في المدرسة. مساحة الأراضي الصالحة للزراعة بمصر، طبعا مساحة الأراضي الصالحة للزراعة بمصر دي مساحة كبيرة، محتاجة وحدة كبيرة، تبقى ايه بقى؟ تمام، كيلو متر المربع. ولاحظ ان كل المساحات عندي بالمتر بالمربع، يعني سنتيمتر مربع، متر مربع، كيلو متر مربع، لاني بقيس ايه يا ولاد؟ مساحة. مساحة سطح صفحة الكتاب، الكتاب اللي قدامك يا ترى اقيسه بالكيلومتر المربع لما اجي احسب مساحته؟ طبعا كيلومتر مربع وحدة كبيرة، والمتر المربع وحدة كبيرة على صفحة الكتاب، يبقى الوحدة المناسبة هي السنتيمتر المربع. مساحة فناء المدرسة، المدرسة بتاعتك الحوش بتاعها نقيسه بوحدة ايه يا ولاد؟ المتر المربع. تمام، مساحة الصحراء الشرقية،
طبعا مساحة الصحراء، الصحراء أرض كبيرة، نقيسها بوحدة إيه بقى؟ إحنا محتاجين لها وحدة تكون كبيرة. تمام، الكيلو متر المربع. برافو عليكم، اتعلمنا مع بعض إزاي نقيس مساحات بعض الأشكال الهندسية زي المربع والمستطيل، وكمان اتعلمنا مع بعض إزاي نحول الوحدات ونقدرها ونقيس بيها. خلص درسنا النهاردة، في انتظاركم الدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.